أشواطة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر موقع أشواقع بمدينة الشديدة الأول الذي أتى يعني في الصباح الباكر لتغطية هذا افتتاح مؤسسة النجد التأهيلية. أشكره شكرا جزيلا وأتمنى له التوفيق في عمله. كما كنت أطلع على بعض تعليقاته وفي موقع وأنشطة التي يقوم بها مشكورة لأنه يقوم بمجهود جبار. بالنسبة لهذه المؤسسة النجد التأهيلية الآن الذي افتتحت في هذا الموسم 2016-2017 استقبلت حوالي 800 تلميذ في مستويين الأولى إعدادي 6 أقسام والجذع المشترك العلمي والأدبي، العلمي 7 أقسام والأدبي قسمين، مجموع تقريبا 800 تلميذ وتلميذة. قلت كما كتبت واحد الإعلان في بداية هذا الأسبوع الفارط في بداية هذا الموسم الدراسي، كنت أزف البشرى لكافة الآباء والأمهات والتلاميذ والتلميذات بافتتاح هذه المؤسسة القريبة من أبنائهم وبناتهم، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في الدراسة والتحصيل. كما أشكر السادة أعضاء اللجنة التحضيرية لجمعية الآباء الذين قاموا بمجهود جبار باتصال مع السيد المدير الإقليمي السيد عبد العزيز بوحنش قبل سفره إلى الديار المقدسة، كما أتمنى له إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور. قاموا باتصال معه وطلبوا منه أن يوافق على إحداث بعض أقسام الإعدادي ثانوي الإعدادي بالمؤسسة نظرا لبعد المؤسسات الأخرى من كافة أبنائهم وبناتهم، فاستجاب لذلك بعد ربما على ما أعتقد طبعا بدأ أن تكون هناك موافقة من طرف الأكاديمية الجهوية التربية والتكوين وكذلك وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وبذلك تستقبل المؤسسة مستويات الإعدادي التأهيلي والثانوي التأهيلي. التحق بالإدارة العبد الضعيف كمدير المؤسسة والسيد الناظر والسيد الحارس عام كما هذا الأطر الإدارية، كما التحق مجموعة من الأساتذة والأستاذات حوالي 24 أستاذ ذكورا وإناثا لمختلف المواد علمية وأدبية وإعلاميات إلى غير ذلك. ونحن الآن بصدد عملية تسجيل التلاميذ، بل قد بدأنا في هذا الأسبوع قبل العيد وكنت أحضر إلى المؤسسة يوميا قصد القيام بكل الترتيبات اللازمة وتسجيل التلاميذ سواء في لائحة الانتظار، وإن كان هناك مشكل للأنترنت عبر منظومة مسار لإخراج شواهد المغادرة وتسجيل التلاميذ فكنت أقوم بذلك في بيتي هناك بالقاضي عياض الذي كنت أسكن فيه إلى يومنا هذا قبل أن أنتقل إلى السكن الإداري هنا بهذه المؤسسة الجديدة.
ولذلك شرعنا في عملية التسجيل قبل الترحيب بالآباء والأمهات في قاعة الأساتذة الصبحية، قدمنا على شرفهم آباء وأمهات وتلاميذ وتلميذات والأساتذة والإداريين، قدمت أن العبد الضعيف على شرفهم شيئا من التمر والحليب في بداية هذا اسمته اليوم الأول من افتتاح الدراسة. كما تحدثت مع مجموعة من الآباء والأمهات والتلاميذ والتلميذات، كانوا يأتون مجموعات كل يوم لاستفسار، كان هناك من يستفسر هل هذه مؤسسة خصوصية أم عمومية، طبعا لشكلها الأنيق والفريدة حسب ما رأيت في هذه المدينة الجديدة. طبعا مؤسسة ممتازة من ذاك الطراز العالي، نتمنى إن شاء الله إحنا كإداريين وطور تربوية أن نكون في مستوى ما يتمناه رائد، ما يتمناه أولا عاهل المفدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس وكافة المشرفين على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والأكاديمية الجهوية والتربية والتكوين، وكذلك النيابة المديرية الإقليمية والآباء والأمهات وكل الشركاء والفاعلين التربويين من جمعية الآباء وغير ذلك. نتمنى إن شاء الله أن نحقق لهم ما يتمنون، والله من والله قصد، والله المستعان، وشكرا لكم.